بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرفوا بالأخ كريم المهدي أبو القاسم عبد العاطي، عضو اتحاد الإعلاميين الوطنيين مصراتة. أخويا المهدي، ما إيش كم لك فترة تواجدك هنا في ميدان الشجرة ببنغازي؟ والله الحقيقة أنا زرت الميدان منذ 10 أيام سابقة، وكنت في مهمة خارج بنغازي، دهمت على بنغازي في طريقي وشاركت في الاعتصام ورأيت مطالب الاعتصام اللي في مدينة بنغازي طبعا اللي التحقت بها باقي المدن، مطالب شرعية، مطالب حقيقية، مطالب ترمز لأهداف ثورة 17 فبراير. ورجعت من الخارج أمس صباحا من جمهورية مصر، والتحقت أمس في العشية شوية بالميدان، والآن أنا موجود الآن في الميدان لأرى وأشارك وأساهم ولو بقليل لما قدمته مدينة بنغازي ولمساهمتها الكبيرة وانطلاقاتها الأولى في ثورة 17 فبراير ولانطلاقها الرائع في هذه الاعتصامات اللي التحقت بها باقي المدن. أخي كريم، من في آراء كثيرة في الشارع، يعني بعض يعني نسبة تقول إسقاط المجلس بالكامل، وبعض تقول تصحيح المسار بحيث تغيير أشخاص معينين في المجلس وإعادة انتخابهم. أنت معي من الآراء هذه؟ والله أنا مع الرأي الثاني طبعا، لأن الديمقراطية دائما ليست تحقيقها بنسبة 100% موجود في كل المدن، حتى الديمقراطية نفسها. احنا مطالبنا بسيطة وواضحة، نريد انتخابات شرعية وحقيقية، نريد مفوضية عليا للانتخابات تكون مستقلة بإشراف قضائي نزيه، لا لأزلام القذافي ضمن صفوف المجلس الوطني الانتقالي. وهذه عليها ملاحظة كبيرة، لما نقول أن في أزلام نظام القذافي في فصل الحكومة الجديدة يكونوا تحت مراقبة رئيس الوزراء معقولة مقبولة، أما داخل المجلس الوطني الانتقالي هذا شيء خطير جدا. بالنسبة لقصة فصل السلطات، هل ترى أن من الضروري أن يتدخل المجلس الوطني في صلاحيات الحكومة أو لا؟ لا، هذا لا يجوز، إنما الفصل ما بين السلطات هو مطلب شرعي وحقيقي للديمقراطية والانتخابات. لا توجد بلاد تتجه نحو دولة القانون ودولة المؤسسات، السلطة التشريعية فيها تتدخل في أعمال السلطة التنفيذية، هذا لا يجوز ومخالف لكل التشريعات القانونية والدولية. برأيك هل المجلس الوطني الانتقالي حاليا لديه سلطة على الشارع وعلى الثوار وعلى جميع مؤسسات الدولة من أي ناحية؟ من ناحية المصارف، من ناحية دعم السلعة، من نواحي هذه، يعني سيطرة كلية أو جزئية للمجلس على هذه الأشياء؟ والله أنت في الوقت الحالي ما تقدرش تقول جزئية، هي سيطرة كلية. هو المجلس الآن يسير في البلاد، المجلس يخرج يحل في المشاكل الكبرى التي تحدث في المؤسسات، ممكن تجي الحلول متأخرة، ممكن ما هيش حلول جذرية، ما هيش حلول ناتج متاحة ناتج يعني نقدر نقول نعتمد عليها مستقبلا، ممكن تكون حلول لحظية، لكن في بعض الحلول، لكن في بعض المدن ما يسيطرش عليها سيطرة كلية، سيطرة جزئية بسيطة. طبعا هذه لأن هي مرحلة انتقالية، لأن هي مرحلة الخروج من الحرب والذهاب بالبلاد إلى بر الأمان ودولة، والذهاب بالبلاد لانتخابات المؤتمر الوطني العام، راهي تركة ما هي سهلة، راهو أمر خطير جدا. بس احنا نحبدو من المجلس الوطني الانتقالي يكون مفوضية عليا للانتخابات تشرف على انتخابات للمجالس المحلية، وبعدها تكون هذه الخطوة هي بداية الطريق نحو عمل انتخابات المؤتمر الوطني العام. واحنا ما ننسوش ان انتخابات المؤتمر الوطني العام ستحدث بعد في شهر 7، يعني في نهاية شهر 6 وبدايات شهر 7، ومعاش في مازال وقت. احنا الان دخلنا في شهر 1 والوقت يدهمنا، لازم نضع خطوة جيدة لانتخابات المؤتمر الوطني العام. طبعا المسودة اللي نزلت لانتخابات المؤتمر الوطني العام فيها الكثير من الثغرات القانونية والكثير من الملاحظات من أهل الدراية وأهل الخبرة. طبعا لازم المجلس الوطني يأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، لابد من وضع مفوضية عليا تكون مستقلة للانتخابات المجالس المحلية حتى تكون هي الخطوة الأولى والخطوة لتكوين دوائر انتخابية وبطاقات انتخابية للناخبين. ممكن ما تنجحش حتى بنسبة 80%، بس أنا نراها خطوة لازم من اتخاذها حتى تكون لدينا انتخابات مؤتمر وطني عام ناجحة بنسبة 100%. في ملاحظة أن كثرة الاعتصامات، يعني بالذات يعني نحن أنا في مدينة بنغازي، في يعني كما تقول كل 10 انفار تو يديروا في مظاهرة، هل أنت مع أو ضد هذه الأشياء؟ لا، أنا مع الانتخابات المنظمة واللي تكون جماعية. مش نقاطعك، أنا قصدي اعتصامات خاطئ تصحيح المسار، في اللي طالب مرتبات، في اللي طالب مثلا مرتبات الثوار،
والحاجات هذه يعني كل يعني في موظفين مثلا موظفي الخطوط يعتصموا، موظفي مثلا شركة النفط يعتصموا، هل أنت مع أو ضد هذه الأشياء؟ أنا طبعا مع الاعتصامات، هذا شيء جميل أن الخروج في الاعتصامات وفي المظاهرات شيء رائع وجميل وحراك سياسي يدل على أن الشعب الليبي شعب واعي، بس حاجة واحدة لازم يعرفها الشعب الليبي أن زي ما ليه حقوق عليه واجبات لازم ينفذها. يعني مثلا شركة الخطوط عليها واجبات، ما تطلعش اعتصامات توقف حركة الطيران الداخلي والدولي وتقول أنا في اعتصام، لا، تدير اعتصام، تدير بيان لاعتصامها، تدير وقفة احتجاجية مدة ساعات معينة، لكن مش تعرقل حركة الطيران، هذا اسمه عصيان وليس اعتصام. واحنا نأمل من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وعلى رئيسهم المستشار مصطفى عبد الجليل أخذ هذا بعين الاعتبار. أرجوكم إذا كان الموضوع تطور إلى عصيان، يا أيها الشعب الليبي العظيم، هذا شيء خطير، أنتم تلعبوا بقوت الشعب. العصيان يؤدي إلى إيقاف كامل للحركة اليومية في كل المدن، وهذا إحنا إن شاء الله ما نوصلولاش، وإن شاء الله ما نضطروش نوصلوله يا مجلس يا انتقالي. إحنا الآن مع الاعتصامات ومع الوقفات الاحتجاجية تكون منظمة، يصدروا بيان أي جهة تدير اعتصام، شركة، مؤسسة، إدارة، تدير اعتصام ولكن في حدود المعقول، مش تدير عصيان، تدير اعتصام تقول احنا والله المدير فلان ما نبوشي، نديروا فيه بيان ومذكرة نرفعها للمجلس المدينة أو للمجلس الانتقالي أو لرئاسة الوزراء أو الوزير المعني بهذه الدائرة. لكن مش احنا نجوا نهاجموا المدير او نكسروا له مكتبه او نديروا او نوقفوا حركه المصرف او حركه الشركه يوم كامل او يومين او ثلاثه، هذا لا يجوز. الاعتصام والمظاهره قلنا هي شيء جميل ولكن يكون في حدود الاخلاق العامه والاداب العامه، في حدود ما تسمح به شريعتنا الاسلاميه الشرعيه السمحه، ديننا الاسلامي ما يحطناش على الفوضويه، ما يحطناش على العنف، ما يحطناش على التطرف، على كل شيء. احنا دين، احنا مسلمين، احنا ليبيين احرار جاهدنا من أجل وناضلنا وقمنا بالثورة المباركة من أجل شيء واحد، نبوا دولة قانون، دولة مؤسسات، دولة مدنية يحترم فيها المواطن الليبي ويأخذ كافة حقوقه، ولكن لازم يعطي واجباته والحقوق اللي عليه هو. وشكراً.